هنا المدينة الجديدة، أشهر أسواق مدينة وهران. فالإقبال هنا منقطع النظير على دكاكين التوابل خلال شهر رمضان. فعادات عائلة الغرب الجزائري تعتمد بدرجة كبيرة على نوعية التوابل لإعداد حريرة الإفطار. كما كل عام نوجدوا تاع الحريره، كنا معروفين بالحريره في وهران صحاب الغرب، نديروا الكرويه، يديروا السكنجبير، كاين الحريره المغربيه. توجو كل عام نوجدوا، هذه عادتنا، هذه انا في رمضان توجو في الخضره نوجدوا. حنا معروفين براس الحانوت، السكنجبير، الكمون، هذا الصوالح الخصوصيه في الحريره. تختلف انواع التوابل هذه وتتغير نكهاتها حسب مصدرها، لكن الأكثر طلباً منها هي لإعداد الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار. كما الحريرة وهرانية كما الحرور، كروية، سكنجبير، زريعة البسباس، حبة حلاوة، الكركب، القصبر، كاين راس الحانوت سامي لونج دي بيس، ما يديرش فيه غير الحلبة وكمون كما الحريرة وهرانية، وكاين سبيسال تاني كما حريرة تاع المغرب، كاين هكا سبيسال، كاين حريرة مغربية كما هادو ما يديروش معاهم لي زيبيس، كاين لي زيبيس تاع المعقودة. كاين السيبيس تاع الزيتون، كاين شاورما تاع كباب، كاين كل وحده والسيبيس. عبد القادر احد اقدم بائعي التوابل والعطور بالسوق، فحسبه جوده التوابل لم تعد بنفس نكهة السابق. وقت واحد الوقت كنا نشروها مطحونه، من بعد من وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخدع، رانا نشروها حب، نشروها من عند لي كروسيس حب، من عند لومبوطاتور، من عند واحد لامبوطاتور اللي راه يجيب العطريه، ندوها من عنده ونطحنها هنا على يدي. غادرنا السوق وتركنا كتبان التوابل على اختلاف الوانها ونكهاتها، فلا طعم لمائده رمضان دون توابل الغرب الجزائري.